السلام عليكم طلابنا الأعزاء، رح نتابع اليوم بدرسنا الديسيمال نمبر. أخذنا الجزء الأول بالدرس الأول، وهلأ الدرس الثاني رح يكون بالجزء الثاني بالديسيمال نمبر. قلنا الديسيمال نمبر هو العدد العشري. رح نتطرق لموضوعين اليوم بالنسبة للديسيمال نمبر، اللي هن أولاً الأبراكسيميشن والراوندينج. الأبراكسيميشن هو القطع، والراوندينج اللي هو التدوير أو التقريب. إذا بالديسيمال نمبر رح أشوف شغلتين اللي هن الابراكسيميشن إن القطع، والراوندينج اللي هو التقريب. عم يقول لي تو ابراكسيميت ديسيمال نمبر، لحتى أنا أعمل قطع لديسيمال نمبر لعدد 20 كت آت ذا رينج، لازم أنا أقطع عن المنزل اللي أنا هو عين لي إياها، اللي طلب مني إني أعمل ابراكسيميشن عنده، بقطع عند هاي المنزلة، وكل المنازل تو ذا رايت اللي هي على اليمين رح اجنور، يعني رح احذفها او اتجاهل، اعتبرها ما انا موجوده. فاذا لما بيقول لي اعمل ابراكسيميشن لاي عدد عشري لديسيمال نمبر، شو رح اعمل؟ رح اقول كل المنازل اللي طلب عندي، هو طلب عند مثلا التنث اللي هن الاعشار، طلب عند الاعشار اعمل ابراكسيميشن. المنازل اللي على يمين الاعشار كلها رح اعمل لها تجاهل او احذفها ما انا موجوده. فور اكزامبل لو كان عندي العدد 23.231 23.231، رح أعمل approximation، أنا اختصرتها طبعاً to the tenth للأعشار. إذا رح أعمل قطع لهذا العدد عند الأعشار، رح لاحظ هون هي الأعشار عند التو، فرح أقول الهول بارت اللي هو الجزء الصحيح رح يبقى كما هو point، منزلة الأعشار هي هي، اللي بعدها ما رح أكتبه لأنه أنا قلت رح أعمل تجاهل للمنازل اللي على اليمين. فأنا هيك بكون قطعت العدد الديسيمال نمبر عند الأعشار عند التو. إذا أي عدد عشري بيطلب مني إني أعمل له أبراكسيميشن قطع عند منزلة معينة، هو بحدد المنزلة، شو رح أعمل؟ كل المنازل اللي على يمين هذه المنزلة ما رح أعتبرها موجودة، رح أحذفها ورح أوقف عند المنزلة اللي طلب عندها. طيب لو قال لي راوندينج، لو قال لي أنا بدي راوندينج اللي هو التقريب أو التدوير عند منزلي أيضا معينة، عم يقول لي if the digit drop is less than 5. إذا أنا أي عدد، for example لو كان عندي العدد هذا، قال لي بده راوندينج مثلا for example to the tenth عند الأعشار، رح أنظر أنا للمنزل اللي قبل الأعشار، المنزلة اللي سبقت الأعشار اللي هي هون عندي إياها equal 3 تساوي 3. فأنا عم يقول لي إذا كانت less than 5، إذا كانت أقل من الخمسة، فأنا رح أبقي المنزلة اللي أنا عملت approximation عندها رح تبقى كما هي as it is، كما هي ما رح يتغير فيها شيء. فرح أقول إنه هي إذا بدي أعمل لها تقريب للأعشار رح أقول 23.2، للثري ما بتضيف أي شيء للمنزلة اللي أنا عملت approximation عندها. طيب الحالة الثانية قال لي if the digits dropped is greater than 5، إذا عندي حالتين، إما أن تكون المنزل اللي عم تسبق الابراكسيميشن هي less than 5 أو greater than 5. لو كانت less than 5 رح أبقيها مثل ما هي، لو كان greater than 5 شو رح أعمل؟ قال لي we add 1، لازم أنا أضيف 1 للمنزل اللي عملت ابراكسيميشن عنده. إذا هون الاثنين ما تأثرت لأنه هي جنبها 3، ما رح أعمل فيها أي شيء لأنه بعدها 3 فما رح أغير أي شيء. طيب لو كان عندي، عم يقول لك لو كانت هاي الثلاثة هي for example 5 6 7، فأنا شو رح أعمل؟ رح أقول 2 رح أعمل لها plus 1 رح ضف لها 1 رح تصير 3. هلا قال لي هون for example لو كان عندي هذا العدد 42.385، قال لي أعمل rounding to the unit عند الأحد. طيب إذا أنا عندي عند الأحد، هاي عند الأحد، عندي وحدات قطعت عند الأحد، فأنا رح أقول إذا عندي rounding هون رح أنظر للمنزل اللي جنبه اللي هي 3. أنا قال لي مثلا هون ل 3 شو في ال 2 قبل 3، فأنا ال 3 ما رح تأثر على ال 2 شي، رح تبقى ال 42. إذا أنا لما بدي أعمل تقريب عند منزلي معين اللي هون طلب مني to the unit to عند الأحد، شو رح أقول؟ الثري رح طلع على الثري اللي هي التين في الأعشار، ما رح أضيف أي شيء للتو فرح تبقى 42. طيب تو ذا تينث لو كانت للأعشار رح هون تكون هاي الأعشار اللي هي 3، فرح أقول الايت رح طلع المنزل اللي جنبها اللي هي 8. الايت هي المرحلة الثانية أو الفكرة الثانية اللي هي greater than 5، فرح أقول 3 add 1 رح تصير 42.
بوينت 3 بلس 1 رح تبقى 4. اذا انا قربت او عملت راوندينج او اللي هو التدوير تو ذا 10 للاعشار، فطلعت هي الاعشار ال 100 اللي هي المئات، اجزاء المئات اللي هي 8 هون، رح تضيف 1 لل 3 رح تبقى 4. طيب قال لي تو ذا 100 لاجزاء المئه، بدي اعمل تقريب لاجزاء المئه، بطلع هي اجزاء المئه اللي هي هون 8. المنزل اللي قبلها اللي سبقتها اللي هي 5. طيب ال 5 هي المرحلة الثانية أو الفكرة الثانية، فهي شو رح تعمل؟ add 1 لمين؟ لل 8. فرح أقول 42 point ال 3 مثل ما هي ال 8 plus 1 رح تكون 9. إذا معناها أنا أي منزل بدي أعمل rounding عندها رح طلع المنزل اللي جنبها، المنزل اللي جنبها إذا كانت less than 5 رح تبقى مثل ما هي، رح أقطع عندها وبس. طيب لو كانت greater than 5 أكثر من الخمسة، فشو رح أعمل؟ رح أعمل المنزل اللي أنا قطعت عندها رح أضيف له add 1 رح أضيف له 1. طيب for example لو كان عندي هذا العدد رح أعمل له approximation للمنازل الثلاثة، وأيضا رح أعمل له rounding. طيب قال لي approximation to the unit، بدي أعمل قطع عند الوحدات، رح طلع هاي الوحدات 36. طيب لو بدي أعمل rounding to the unit عند الوحدات، رح طلع المنزل اللي بتسبق ال 6 هي 5، ال 5 بتعمل plus 1 لل 6 رح تصير 37. إذا approximation بس قطعت، أما rounding لا، رح طلع للمنزل اللي قبل اللي هي هون 5، ال 5 بتضيف بتصير 6 بلس 1 رح تكون 7، فرح يكون عندي 37. طيب to the 10th إذا أنا بدي أعمل approximation عند الأعشار، رح طلع بالapproximation ما بضيف ولا بعمل شيء، بس بقطع عند المنزل اللي أنا علي عليها 36.5. طيب قال لي rounding to the 10th، عندي بدي تقريب عند الأعشار، هي الأعشار قبلها 2، رح طلع هون قال لي after the 6 بعد ال 6 في عندي we have 5. طيب after the 5 we have 2، after the 2 we have 8. إذا معناها أنا رح طلع هون قال لي rounding to the 10th، هي ال 10th 5 اللي بعدها اللي هي 2، ال 2 هي الحالة الأولى اللي ما منضيف شيء، فرح أقول 36.5. طيب قال لي to the 100 لأجزاء المئة، هاي أجزاء المئة اللي هي هون 2، قال لي شو بعدها؟ we have 8. بعد 8 يعني الحالة الثانية، الحالة الثانية أنا بدي أعمل add 1 لل 2، فرح أقول طبعا هذا بالتقريب 36.53. طبعا أما بالنسبة لل approximation رح أقول قطع عندها مثل ما هي. إذا معناها أنا عندي approximation وعندي rounding. approximation هو قطع بيقلي المنزلي، أنا بقطع عندها فورا ما بغير أي شيء، بقطع عند هاي المنزلي والمنازل اللي على اليمين بحذفها. طيب لو قال لي rounding عند منزلي معينة، فأنا بقطع عندها بطلع المنزل اللي بتسبقه، إذا كانت less than 5 رح تبقى مثل ما هي، وإذا كانت greater than 5 فأنا رح ضيف 1. والسلام عليكم.